هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل سكراب طبيعي 100%. هنعمل سكراب بالقهوة بشكل مختلف تماما. السكراب ده بيقضي على بيعالج يعني او بيقلل او بيقضي على السيلوليت اللي هي علامات تمدد الجلد من كتر التخن والرفع وكده، بيظهر كده علامات بيضاء على الجسم. معروف طبعا ان الكافيين بيضيع السيلوليت، وكذلك طبعا القهوة من الكافيين كده ولا كده، وكمان زيت اساسي الشمر، وطبعا معانا زبدة الشيا، وزبدة الشيا بتدي ترطيب عالي جدا 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 للجسم. دلوقتي الزبدة دي لو انت هتعمليها استخدام شخصي وتقدري مثلا انت تستخدمي معاها معلقة خشب، ممكن انت ما تضيفيش عليها مادة حافظة وتبقى طبيعي 100%، يعني ما تدخليش فيها مية. لكن لو انت هتعمليها تجاري انصحك ان انت تحطي 0.5% مادة حافظة، يعني 0.5 جرام، عشان احنا هنا شغالين على 100 جرام. تستعملي مادة حافظة مناسبة عندك. انا بقى ساعات بستعمل بيكرول WS1، ساعات بستخدم فينوكسي ايثانول مع بيكرول الاثنين مع بعض. ممكن تستخدمي ميثيل بارابين مع فينوكسي ايثانول. المهم انت تختاري المادة الحافظة اللي انت عايزة تضيفيها وتعملي سيرش عليها وتشوفي اذا كانت مناسبة او لا وتضيفيها. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل السكراب الجميل ده ازاي. اول حاجة هطحن البن اللي هعمل بيه السكراب. جبت بن كده حب وهطحنه، مش هقدر ان انا اطحنه عند الراجل واقول له النبي اطحنهولي خشن علشان انا ناوي اعمل بيه سكراب، يعني هتبقى محرجة شوية. يعني اول حاجة انا معايا هنا 88 جرام من زبدة الشيا، هنقلها في الطبق ده علشان اقدر ان انا اضربها كويس بالميكسر بتاعي. هضيف عليهم 9 جرام من البن اللي انا طحنته خشن زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفة واضح من الجلافز ولا لا، يعني الحبيبات يعني خشنة شوية تشبه الشاي الخرز شوية، ودول 9 جرام. عشان لو حطيت البن الناعم هيسيح مع زبدة الشيا ومش هديني سكرابينج قوي بصراحة، يعني هيبقى محتاج مقشر تاني معاه سواء ملح او سكر. شايفين انا عايزة الايفكت ده، يعني عايزة حبيبات القهوة تبقى باينة، مش عايزة البن الناعم. المادة الفعالة معايا هنا هي بودرة الكافيين، وده مهم طبعا علشان السكراب بتاعي بيحارب السيليوليت، فهو وكمان زيت اساسي الشمر هما الاتنين فعالين معايا جدا، مع طبعا حبوب القهوة كمان.
هنزل بقى من خلال مصفى علشان عايزاه ينزل ناعم ويبقاش فيه كلاكيع، واعرف ان انا ادمجه بسهولة. هو بيندمج بسهولة جدا. ما رضيتش ان انا اعمله في الاول مع الميكسر لان انا خفت ان هو يتطاير. خفت البودرة تطير يعني في كل حتة، فقلت ايه ان انا ايه أش... ان انا يعني ازوده في الاخر اضمن. اهو زي ما انتم شايفين كده اندمج تماما. والسكراب بتاعي بقى ناعم، ولسه كمان هضيف الزيت الاساسي اللي هو الشمر. بلم الجناب كلها طبعا عشان ما اخسرش اي حاجة اثناء الدمج، كله يبقى مدموج كويس. بضيف 2 جرام من زيت اساسي الشمر. الشمر حلو جدا في موضوع السيليوليت اللي هو الستريتش ماركس او العلامات البيضاء بتاعت تمدد الجلد. زيادة عن الوصفة اللي مش عايز يحط ما يحطش، بس انا بالنسبة لي بتكون اساسية علشان من غيره الحمام بيتوسخ جدا وزبدة الشاي بتلزق في كل حتة في البانيو وكده. فده 4 جرام من بولي سوربيت 80 اللي بيمنع دبج الحمام وبينقذ حياتي من التنظيف بعد السكراب.
هبدأ أعبي السكراب بتاعي في عبوة متعقمة طبعا. ده السكراب بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا، وده شكله وده الشكل اللي انا عايزاه بالظبط. عايزه الحبيبات بتاعت البن تبقى باينه كده، مش عايزه البن ناعم ويبقى كله لونه بني. ده الايفكت اللي انا عايزاه. ده طبعا سكراب فعال جدا علشان الناس اللي عندها علامات تمدد الجلد اللي هي السيليوليت، بيعالج السيليوليت علشان الكافيين والبن والزيت الأساسي الفينل اللي هو الشمر، وطبعا زبدة الشيا بتدي تنعيم هايل وسهل جدا عشان احنا مش بنعمل قاعدة كريم. وانا زي ما قلت لكم ضفت زيادة البوليسوربيت 80 اللي هو التوين 80 علشان بيمنع دبج الحمام، وكمان هو كمقشر ده يعتبر مقشر طبيعي مستخرج من جوز الهند اللي هو التوين 80، وهو آمن جدا وهو غذائي وبيخش في صناعة الايس كريم. عن طريقة الاستخدام ببل ايدي كده بالمية زي ما بكون في الحمام، يعني المفروض جسمي يكون مبلول، بس انا هوريكم على ايدي طبعا كده بالمنظر ده. خلاص ايدي مبلولة، وهاخد شوية من المقشر بتاعي وحرك في حركة دائرية كده وافضل بيه مثلا 10 دقايق، وبعد كده اشطف جسمي. دلوقتي هنا ده مش المفروض يخش فيه ميه خالص، والا يا اما تحطي فيه بالظبط زيرو مثلا نص جرام، يعني مثلا من ماده حافظه تحطي مثلا نص جرام بيوكرول، او انت تبيعيه ومعاه معلقه خشب، فالناس تغرف بمعلقه خشب وما تستخدمش السكراب دايركت. بس هو الاسهل طبعا ان انت تحطي ماده حافظه، احطي نص جرام من البيوكرول WS1. هنا بعد ما شطفت ايدي هو بيسيب طبقه ترطيب عميقه جدا على الجلد.